أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ هبني يا نبي الله وفقت، تيسر لي أن أقوم ليلة القدر، جاءتني من الله علامات وأمارات تدلني على أنني في ليلة القدر، ماذا أقول فيها؟ فالساعة عظيمة والليلة جليلة والمطلب عظيم والمستنصح عزيز. فقال صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأجمل صلى الله عليه وسلم نصحه للصديقة بنت الصديق في قوله أن تقول اللهم، وهذا دعاء وهو عند النحويين أصله يا الله، فحذفت الياء وأبدلت ميما مشددة عوضا عنها. والعرب تزعم في نحو كلامها أنه لا يجمع ما بين المبدل والمبدل منه. قالت: قال قولي اللهم إنك عفو، أي أن من أسمائك أنك عفو، ومن صفاتك الحسنى العليا أنك عفو. اللهم إنك عفو، هذا فيه ثناء على الله بما هو أهله. تحب العفو، أي من صفاتك أيها الرب الجليل الكريم أنك تحب العفو، ففيه إثبات صفة المحبة لله، وفيه إثبات أن مما يحبه الله العفو والتجاوز والصفح. فلما ذكر هذين التوسلين العظيمين اللهم إنك عفو تحب العفو، ختم الأمر، ختم الدعاء بالطلب فاعف عني. ومن عفى الله جل وعلا عنه ساد ونال غايته وحقق أمانيه، ولم يبق شيء يخشاه. وقد قيل إن هذه الدنيا لا تطيب إلا بذكر الله، كما أن ساحة العرض والآخرة لا تطيب إلا بعفو الله، كما أن الجنة أدخلنا الله وإياكم إياها لا تطيب إلا برؤية وجه الله. فالله لا تطيب الدنيا إلا بذكره، ولا الآخرة إلا بعفوه، ولا الجنة إلا برؤيته. فقال لأم المؤمنين رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.